نارين بيوتي كانت ضيفة لانا ولين ضمن برنامجهم الجديد تحت اسم تالك تايم، حيث حقق نسب عالية من المشاهدات وطلع ترند بعدة دول. فنارين بيوتي أجابت على العديد من الأسئلة، من بينها كان سؤال شو الشيء اللي عملتيه وأمك كانت معارضة عليه، وجواب نارين صدم الكل واللي كان حبيبي. بعدها تداركت الوضع وحكت لا أكيد لا. فشو رأيكم أنتو؟ هل كانت هذه مسحة من طرف نارين أم وراها الشيء مخفي؟ شاركوني رأيكم بخانة التعليقات. أما بيسان إسماعيل فواجهت انتقادات كبيرة بعد ما شاركت فيديو كامل، كان فيديو صنعت فيه فستان كامل من مبلغ مالي جدا كبير، فهذا الهجوم والانتقادات خلوها ترد من خلال فيديو كامل على يوتيوب رح ينزل على قناتها بعد ساعات. فنشرت ستوري وكتبت رح أوضح كل الحكي اللي انقال بخصوص الفستان، رح ينزل فيديو رح أوضح فيه كتير أمور. فشو رأيكم بفكرة بيسان؟ وبالحديث عن الانتقادات، فواجه موفلوكس عدة انتقادات وتعليقات سلبية بخصوص آخر إطلالة لإلو اللي أطل بها على انستغرام، حيث غير شكله 360 درجة وأطل بشعر أشقر ولحية شقراء. فشو رأيكم بإطلالته؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات.